في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة المساجد، أعلنت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. كما أعلنت الأوقاف السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم، وفقا للتعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. أنا اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والمسجد الآن ونحن نتحدث مفتوح، وسيؤدى فيه درس العصر، وسيتم تطبيق النظام من اليوم بمسجد السيدة نفيسة. وأنا سألتهم ماذا كان حال المسجد قبل جائحة كورونا، قالوا كان المسجد يتم افتتاحه الساعة 9 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم يفتتح قبل صلاة الفجر بوقت كاف لإقامة الشعائر صلاة الفجر. فقلنا ما كان يتم قبل جائحة كورونا هو ما سيتم بإذن الله تعالى. هل ده المسجد السيدة نفيسة وحدها؟ لا طبعا، كل المساجد الكبرى والجامعة سيطبق ذلك على مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد الفتح برمسيس، مسجد النور بالعباسية، مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، مسجد الموسي أبو العباس بالإسكندرية، مسجد السيد البدوي بطنطا، مسجد إبراهيم الدسوقي بتسوق. كل المساجد الكبرى والجامعة التي كانت تفتح ستفتح بهذا النظام.